الحمد لله رب العالمين أثبت الحقوق بشرائع الدين وحمى المحرمات والدماء بشرعه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو القائل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أقام شرائع الإسلام وحكم بالقرآن فساد العدل وعم الأمان فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن. أما بعد فيا أيها المؤمنون بعد أن رأينا من خلال الخطبة الأولى وحللنا الإجرام وأسبابه وأنواعه ومن يرتكبه نحاول من خلال الخطبة الثانية تقديم الحلول للحد من خطر الجريمة والتي من أهمها حلول ما دام موجود المشكلة هذا والأمر فلا بد له من حلول. أولا العودة إلى ترسيخ منظومة القيم الدينية والأخلاقية. لازمنا نرجو نرسخ في سيراتنا الأخلاق والقيم والمبادئ والاحترام والحلال والحرام وحب الخير والابتعاد عن الشر. صحيح ربما المنظومة التربوية لا تساهم ولا تساعد على هذا، ربما الإعلام وما يشاهده أبناؤنا ومشاهده في الإعلام لا يساعد على ترسيخ المنظومة الأخلاقية، ربما ما نراه ونسمعه يساعد على هدم الأخلاق. على الأقل احرص في مستوى عائلاتنا، هذا أمر عملي لكل واحد منا، احرص على أن مصيرك يكون متخلق، على أن مصيرك يكون متربي، على صغيرك أنه يبتعد عن الحرام، أنه صغيرك يحترم الكبير والصغير، على أنه صغيرك يحافظ على الأسرة وتحيي الأسرة. يعني لا يمكن بأي سبب من الأسباب أنه أصغارنا وشبابنا يخرجون ويسهرون إلى ساعات متأخرة في أماكن مشبوهة وملاهي ليلية حتى ربما يصل إلى الجريمة وإلى الإجرام وإلى القتل كما رأينا وسمعنا الأسبوع الفارق. فلا بد من ترسيخ منظومة القيم الدينية والأخلاقية على مستوى الأسرة والمؤسسة التربوية والمؤسسات الإعلامية، الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب، فهي خير واقع لشبابنا من الانزلاقات في أوحال الانحراف والجريمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. ما نحل شمعت ما نحل ما اعظم. انت ما طلعتي ولدك تعطيه اشياء كثيره، تعلمه تقريه توكله تربيه تلبسه ترفه تشريله اشياء يستحقها، تعطيه دار تعطيه ارض تعطيه بوره تعطيه معمل تكتب له معمل، اشياء كثيره تشرب تعطيها لصغارك. سيدنا النبي قال لك افضل حاجه تعطيها لولدك ولصغير هي ادب حسن. ما نحل اي ما اعطى والد ولدا يعني لولده من نحل اي من عطيه افضل من ادب حسن. ربي ولدك ادب ولدك خلق ولدك هذا افضل حاجه تعطي بعد ما تخافش عليه تامن عليه هو وعلى المجتمع وعلى الاسره وعلى الناس كلهم. وقال أيضا: لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع. تمشي تربي ولدك وتعلم الأخلاق والقيم خير من أن تتصدق بصاع، صاع شعير ولا صاع قمح ولا صاع اللي هو. يعني شوفوا قيمة الأخلاق، قيمة الأخلاق والأدب والتربية اللي كنا نعرفوها وقت كنا صغيرات وربينا عليها آبائنا وأجدادنا وجدادنا. احشر ما ترجعش الكلمة، واحترم الكبير واحترم عمك واحترم خالك واحترم جارك واحترم فلان واحترم المعلم واحترم الأستاذ
كبير لقاه ولا يحترمه ولا كبير ولا صغير ولا جار ولا قريب ولا بعيد ولا معلم ولا أستاذ حتى واحد يحترمه. السادة المربين يعانيه ويقاسيه من المشكلة الأخلاقية. ثانيا ومن الوسائل الأساسية لمقاومة ظاهرة الإجرام القضاء على أهم أسبابها. إذا نحب نقاوم الجريمة يلزمنا نمسحوا قبل الجريمة السبب لأجل الجريمة، وإن من أهم أسباب الجريمة هي الخمر التي هي أم الخبائث وأصل الشرور وكذلك داء المخدرات. الخمر والمخدرات اللي ولو يتباعوا مش خمسة علانية عند أسواق وعند دكاكين وعند مغازات وعند فضاءات تجارية وتتباع في الشوارع وتتباع في الديار وتتباع في التراكن وتتباع في الكراهب ولا أحد يحرك ساكنة. والمخدرات انتشر آخر إحصائية سمعتها غريبة جدا وكان عنكم بها في السنة الفارضة واللي قبلها بلغ عدد الذين استعملوا المخدرات أو روجوها أو غيره 3,400,000 في الجمهورية التونسية، تقريبا 3 الشعب التونسي غارق في المخدرات. فلا بد من القضاء على أهم أسباب الجريمة وهي الخمر التي هي أم الخبائث وأصل الشرور وكذلك داء المخدرات. فكيف نريد مقاومة ظاهرة الإجرام والخمر متاحة للجميع والمخدرات تروج في كل مكان دون رادع قانوني؟ وقد اعتبر مختص في علم الجريمة أن جرائم القتل ارتفعت خلال هذه السنوات نتيجة ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات واستهلاك الخمور. هذا يا خبير في عالم الجريمة قال راه السنين اللي فاتت ارتفعت نسبة الجرائم بسبب ارتفاع نسبة استهلاك المخدرات والخمور بين مختلف الفئات الاجتماعية. توا نساء ورجال وكبار وصغار الكلهم في الخمر وفي المخدرات، مما جعل المجرم يقبل على تنفيذ جريمته دون خوف وبكل شجاعة، وذلك بسبب تأثير المخدرات والخمر على مداركه العقلية. وغالبا ما يقدم على تنفيذ الجريمة أثناء جلسات خبرية. جلسة خبرية تنتهي بجريمة مشكلة. الجمعة اللي فاتت سمع الطفل اللي قتلوه في ملهى ليلي مشى يعمل في عيد ميلاده في ملهى ليلي، وملهى ليلي شرقة فيه ختم القرآن زعما تسبيحة ماشي يبقى فيه تطبيل وتزمير ورقص واختلاط وخمر إلى أن وصل به الأمر إلى القتل. قتل رفسا بالأرجل ثم ألقي من أعلى. هذه كلها بسبب الخمر والأماكن المشبوهة هذه. ثالثا ومن المجالات التي ينبغي مراقبتها علاج ومراجعتها الأفلام والمسلسلات التي تعرض على شاشاتنا وقنواتنا وفضائياتنا. مسلسلات فيها العري، فيها الدعوة لشرب الخمر، فيها شرب الخمر، تتفرج وتشوفهم يشربوا الخمر والمخدرات والكلام البذيء والممارسات المشبوهة. مسلسلات هون مسلسلات كما مسلسل ولايه مفيدة وغيرها الأشكال هذه والناس اللي حضرتها كلها تدمر الأخلاق وتفسد الأخلاق. لا بد من مراجعة الأفلام والمسلسلات التي تعرض على شاشاتنا وتساهم في نشر ثقافة الإجرام وتقصيرها في المجتمع. أين الهيكل؟ أين المؤسسات؟ أين الدولة؟ أين الرقابة؟ أموال الشعب، شعب شايع فقير محتاج يهز فيه الماء في المديان طفل هذا الولد شمال كده، واحنا نصرف في ملايين ومليارات على المؤسسات
في إنتاج الأفلام والمسلسلات الهابطة لتدمير أخلاق الشعب. ما هي فلوس الشعب هي؟ ما هي من تعطيها وزارة الثقافة باش يعطوا لك هذا الفيلم وتتفرج عليه ويهدم لك أخلاقك وأخلاق ذريتك ومرتك وصغارك؟ قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الناس اللي حضرونا في الانتاج الثقافي اللي يهدم الأخلاق، هذو ما يحبوا الفاحشة تشيع في المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رابعا وآخر الإجراءات للحد من الجريمة المنظومة التشريعية والقضائية، منظومة التشريع مجلس النواب يجب يشرع قوانين شديدة صامة لا رحمة فيها مع المجرمين ومع القتلة، لا بد هذا. والمنظومة القضائية لا بد أن تنظر بعين الاعتبار لهذه المسألة، لا بد. وآخر الإجراءات للحد من الجريمة المنظومة التشريعية والقضائية التي تحتاج إلى كثير من المراجعات والإصلاحات لتتطابق العقوبات مع خطر الجرائم. شنو هو يرتكب أي جريمة يدخل السجن 3 شهور وأربع شهور يلقى سرير ويلقى يمارس رياضة ويلقى ماكلة ويلقى تلفزة وترفيه وشايح وراقد واكل شارب راقد، يخرج يعمل جريمة يرجع للوكيل بتاعه الحبس والوكيل عنده ولا نسك. هذوما ناس لابد من انزال اشد العقوبة بهم لانهم يروا في المجتمع. ومن اهم ذلك تطبيق عقوبة الاعدام على القتلة المفسدين. قال الاعدام لا قلق لنا مش اعدام، حقوق الانسان. اما حقوق الانسان واللي اعتدوا عليه وقتلوه موش انسان، هكا كلب هكا حيوان. ومن اهم ذلك تطبيق عقوبة الاعدام على القتلة المفسدين وعدم التسامح مع الاجرام والمجرمين. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. القصاص يعني ان المجرم اللي ارتكب جريمة ننزل به العقاب المناسب للجرم بتاعه. ايش معنى القصاص؟ ولكم في القصاص حياة، يعني لما تطبق القوانين الصارمة على المجرمين راهم يساوي حياة. حياة ماذا؟ حياة المجتمع، أمن المجتمع، استقرار المجتمع، حياة الناس، أمن الناس، استقرار الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والله نسأل في خاتمة هذه الخطبة أن يؤمن بلادنا وأن يهدي شبابنا وأن يعصمنا من الإجرام وأخطار المجرمين. اللهم يا الله يا من هو في الأرض إله وفي السماء إله، يا من له عادة الوجوه وذلت لعظمته الجباه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يسمع العبد إذا ناجاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدي بما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة الظالمين الغاصبين. اللهم أيدهم بتأييد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم هم وجميع المسلمين في كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أجرنا من ويلات الفتن ما أحييتنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا.
وهي لنا وللمسلمين فرجا عاجلا قريبا وقائدا مؤمنا رحيما يوحد صف المسلمين ويجمع شملهم وينتصر لهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء امنا مطمئنا امنا وامانا. اللهم اصلح للائمه المسلمين البطانه واعنهم على الامانه ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وصف عن هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد روع الامنين واخاف المؤمنين. اللهم فرد كيده وافضح امره وكفه عن المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم اهد ضالنا وعلم جاهلنا وردنا جميعا الى كتابك وسنه نبيك. فمن انا فانت حسبنا فاكفناه بما شئت يا ارحم الراحمين. اللهم انت الهنا وانت ملاذنا وانت عيالنا وعليك اتكالنا. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل بلاء. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين كل ضراء. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين كل باساء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الاعراض والدماء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الاعراض والدماء. اللهم احفظ منا ومن المسلمين الاعراض والدماء. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.